بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. دعاء مأثور، دعاء عظيم جدا، كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين. للأسف الشديد كثير جدا من الناس لا يعلمه، أو ربما أكثر الناس لا يعلمه، وهو من السنن المهجورة وثوابه عظيم جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وارفعني ولا تضعني. هقول مرة أخرى: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وارفعني ولا تضعني. سنة مهجورة. إحياء السنن له ثواب عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أحيا سنة قد ماتت، أحيا الله قلبه مما تموت القلوب. فيا ريت نحيا هذه السنة، فلأن الذكر ده يضمن لك أن تطمئن بين السجدتين. وربما سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا ذكر جامع، دعاء جامع: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وارفعني ولا تضعني. لم يترك شيء للدنيا أو الآخرة، يعني في جامع بين خيري الدنيا والآخرة، يعني يرفعك رب السماء في حالك في الدنيا ولا يعني وفي الآخرة، ولا يضعك في الدنيا ولا في الآخرة، ويغفر لك ويرحمك ويرزقك. يعني ماذا تريد اكثر من كده؟ اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافيني واعف عني. يعافيك في الدنيا ويعفو عنك في الاخره، يعني ذكر جامع. فيا ريت كلنا نحفظ هذا الذكر، بس تقوله في الصلوات المكتوبه. طبعا انا اخاطب الرجال والنساء في الصلوات المكتوبه بين السجدتين: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافيني واعف عني وارفعني ولا تضعني. حاول ان احطكم هذا الكلام في الوصف بتاع الفيديو: سخون شؤون صلاه في ثواب عظيم، لعل علما فالله اكرم عمل به يوم القيامه. لا يقول ذلك ابراهيم شهيد تشوش، تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنه الرواية. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.